هل من يقول الجماعات الإسلامية المعاصرة أمل الأمة إلى آخر ما قال من تهوره؟ هل من قال ذلك يعرف شيئا عن جماعة التبليغ؟ إنها فرقة من الفرق المنحرفة المبتدعة تروج للخرافة والقبورية ومسخ الإسلام، وتنطوي على الكثير من الشركيات، وتحارب أهل التوحيد، وتبغض العلم الشرعي، إلى جملة وافرة من الطامات المهلكات. أهؤلاء أمل الأمة ونبض حياتها إلى آخر ما قال؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحين